سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. كل المعاني والكلمات الجميلة النابعة من القلب لا يمكنها أن تصف مقدار الفرحة والسعادة التي تعترينا الآن. فأهلا بأبناء الوطن الواحد في مدينتكم ترهونة. في هذا الوقت الحرج وهذا المنعطف الخطير الذي تمر به الأمة الليبية نستذكر تاريخنا المشرف، فمنذ استقلال البلاد وكتابة أول دستور نظم الحياة السياسية والذي يعتبر من أفضل الدساتير والذي توج بتعديل عام 1963 والذي وحد الدولة الليبية والذي شهدت ليبيا في عهده الاستقرار السياسي والوئام الاجتماعي. برغم قلة الإمكانيات فما أحوجنا الآن وفي هذا الوقت العصيب الذي تمر به الأمة الليبية إلى تلك الإرادة التي تمتع بها الآباء المؤسسون من تغليب مصلحة الوطن على المصالح الشخصية الضيقة والتوجهات والأجندات الخارجية المشبوهة. إننا هنا اليوم ليس رثاء على وطن مزقته الحروب وسرقت ثرواته وتشردم إلى تيارات ومجموعات، إننا هنا اليوم نقف لنزرع الأمل وشعاع من نور في نهاية نفق مظلم ومسار سيحدد بإذن الله مصير شعب بأكمله، مصير أجيال يحدوها الأمل أن تجد وطناً تعيش فيه بكرامة وعزة ورخاء. إذا أردنا الانطلاق من رؤية واضحة تضمن استقرار البلاد فعلينا مفرغة دامت لأكثر من 10 سنوات لم نتوافق على شيء، وكل يوم يمر علينا نخسر فيه أرواحا وأموال بل وطموحات وأحلام وأحلام أجيال تحلم بأن يكون لها وطن يحمي كرامتهم يعيشون فيه تحت مظلة دستورية تكفل الحقوق وتضمن وحدة البلاد. لذلك خيار العودة للشرعية الدستورية هو الخيار الأفضل والأمثل للبلاد والعباد بإذن الله. بسم الله الرحمن الرحيم. فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. والسلام عليكم ورحمة الله. نشكر السيد حمزة الكانوني، والآن فلندعو الشيخ عبد السلام أبو غفة فليتفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الكريم. أيها السادة الحضور الكرام، أحييكم بتحية الإسلام ونقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في البداية أنقل إليكم بعض المقتطفات من حياة الملك الصالح محمد إدريس محمد المهدي ابن السيد محمد بن علي السنوسي الكبير مؤسس الحركة السنوسية، والتي باشرت فتح الزوايا السنوسية في النجر والشاد وفي الزان والكفرة ضد التبشير المسيحي الفرنسي، وذلك لتعليم القرآن الكريم والسنة النبوية، وهو من نسل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانتشرت الزوايا في ليبيا. لقد ولد الملك محمد إدريس السنوسي سنة 1889 وتوفي سنة 1983، وقد أوسى بأن يدفن في واحة الجغبوب
إلا أن المقبور القذافي رفض ذلك، فاستقبله الأمير عبد الله بن عبد العزيز ملك السعودية، ودفن بجوار جده رسول الله صلى الله عليه وسلم في مقبرة البقيع بجوار الصحابة والأنبياء. وكان الملك الصالح ما يمتاز به من شجاعة وحنكة سياسية انتزع بها الاستقلال لليبيا من المستعمر الإيطالي، وذلك بتعاونه مع الحلفاء في الحرب العالمية الثانية. وكان المثل يقول: عدو عدوي صديقي، حيث أسس الجيش السنوسي في 9 أغسطس سنة 1940، وتطوع من هذا الجيش في هذا الجيش العدد الكبير من الليبيين الذين يعيشون في المنفى، ومن الأسر الليبيين الذين أسرتهم قوات الحلفاء، حيث زارهم الأمير محمد إدريس السنوسي وعرض عليهم التطوع في الجيش السنوسي، فتطوع الكثير منهم بينهم المرحوم مفتاح علي سليمان أبو غف القماطي، والمرحوم مفتاح أبو شاح، والمرحوم محمود أبو وطين. وشكل الأمير من المهاجرين في مصر برئاسة الأمير محمد إدريس ومن بينهم المرحوم محمد توفيق الغرياني، والذي قام بإرسال مخبرين من الجيش البريطاني لمنطقة قماطة، وقام بتحميلهم رسالة إلى المجاهد الهادي أبو غالية قائد المجاهدين لقبائل قماطة، والسيد ساكت أبو غالية، الذين قاموا باحتضانهم وإيواهم للاتصال بأسر قوات الحلفاء في ترهونة ولإفساح الطريق وتأمين ممر إلى آمن لقوات الحلفاء الوصول إلى طرابلس. فكشف أمرهم عند الإيطاليين وعلموا بهم، فجهزوا لهم قوة للذهاب إلى منطقة إقماطة، ولكن مسرت قوات الحلفاء قبل إلى المنطقة قبل وصول الإيطاليين. وبعد انتصار الحلفاء عين محمد إدريس أميرا على برقة، ثم بعد ذلك ملكا على ليبيا، وتم اختيار 60 عضوا من الولايات الثلاثة لصياغة الدستور، وفعلا تم ذلك. وقام الملك بتكليف محمود المنتصر رئيسا لأول حكومة اتحادية. ثم بعد ذلك تم تعديل الدستور سنة 1963، بحيث ليبيا موحدة. وفي سنة 1969 قام عدد من صغار الضباط بالانقلاب على الشرعية، وتم تجميد الدستور. ولكن بفضل ثورة 17 فبراير تم إزاحة الظلم عن الليبيين وانتصر الحق. وإذا أردتم لليبيا خيرا أعيد الملك النظام الملكي لكي تستقر ليبيا، لتعيد ماضيها وتجدد مستقبلها بنظام ملكي، لأن ذلك فيه استقرار سياسي والإداري والازدهار الاقتصادي، وينعم الليبيين بثروتهم. وتفضلكم بدعوة الأمير محمد الحسن الرضا السنوسي لقيادة ليبيا ليوصلها إلى بر الأمان. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشكر الشيخ عبد السلام أبو غفة، والآن نستمع لوصية الملك الراحل رحمه الله في تنزله للعرش لولي العهد السيد الحسن الرضا رحمه الله. بتقومها المقام الذي شرفته
رحم الله الملك إدريس الذي قاد الجهاد وقاد الرجال في المعركة السياسية لاستقلال ليبيا. الآن فليتفضل الدكتور سالم أبو كراع
ليشارك معنا بكلمة. السلام عليكم. اولا انا مش دكتور، انا سالم محمد الرحيل ابو كراع، معلم تربيه فنيه ومدير لشركه دعايه واعلان، رجل مواطن عادي ما عنديش، يا ريت كنت نحمل مؤهل من المؤهلات العليا. لكن حديثي حيكون مقتصر ومشاركتي مقتصره للجانب العملي اكثر من الجانب الانشائي. ممكن تحدثنا مره واثنين وثلاثه واربعه في لقاء سابقة أو حتى عبر منابر أخرى غير المنبر الكريم عن العودة وحاجتنا للعودة للملكية الدستورية وفضل المملكة والملك إدريس والأخوة المناضلين طول السنوات اللي ما قبل الاستقلال إلى تاريخ نهاية المملكة الليبية. صراحة نحن نهجنا نهج الخطابة أكثر من النهج العملي، كلنا نحن دعاة الملكية الدستورية، إذن المقتنعين قناعة تامة بأن ليبيا لن تستقر ولن ترتاح ولن تزدهر ما لم تعود إلى نظام نتفق عليه نحن الليبيين، ولا نجد ممكن أنبل وأنظف من الأسرة السنوسية حسب متابعتنا لها تاريخياً. الآن المرحلة احنا محتاجين لإقناع الآخرين الليبيين الآخرين بما نقتنع به. الحاجة الثانية يجب ان احنا نحتوي كل ونكون مفتوحين على كل الإخوة الليبيين بمختلف مشاربهم بمختلف توجهاتهم السياسية. ممكن احنا نكون نأسس لقاعدة متاع تجتمع فيها كل القوى الليبية سياسية كانت ولا عسكرية، بحيث ان احنا ننقذ ليبيا من المتاهة اللي الآن موجودين فيها. بالنسبة للسيد الأمير محمد، احنا نعرف حتى تاريخيا ان في وصية تقول ان ما يطلبش الولاية الا اذا كان طلبوا من الليبيين الكلام هذا انه هو يتقدم. لكن احنا الآن دخلنا مرحلة، ليبيا دخلت مرحلة اخطر من المرحلة اللي ان من يحكم ولا من يقود ليبيا. ليبيا محتاجة لأحمد الشريف، محتاجة للسيد صفي الدين ثاني جديد. ليبيا الآن تحتاج لحالة كفاح. ليبيا الآن منتهكة من جميع الدول المحيطة. ليبيا تلتهمها الذئاب، طامع فيها كل المحيط الليبي، كل المحيط الليبي الآن متجه شن يحصل منها، شن يأكل، شن يستفيد منها لدولته، بالإضافة إلى الليبيين اللي طامعين في أرزاقها وطامعين في أن يحكموها وطامعين أن يستعمل الشعب الليبي الجديد واللي يحكموه. نحن يجب علينا البحث وعقد حوارات ولقاءات وندوات بحيث نحن نبحث عن الآلية اللي تمكننا من الوصول للعودة للملكية الدستورية. وشكرا، شكرا على الدعوة، بارك الله فيك. نشكر السيد سالم أبو كراع. الدكتوراه هي شيء أعتقد أن في كثير من الناس يحملون شهادة الدكتوراه وحتى أسماءهم يخطئون فيها والإملاء لا يجيدونها، والكثير من يحملون شهائد ابتدائية أو إعدادية، والبعض اللي قادوا الدولة عند الاستقلال لم يحملوا أي شهادة بل كانوا أميين وكانوا في قمة الرقي، ونحن في أحوج حال لأن نكون مثلهم. الآن فليتفضل السيد نوري.